فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من شرب بعد أذان الفجر بعشر دقائق مثلا وهو مريد للصوم الواجب وشرب متعمدا، يقول: فما حكم صومه وماذا يجب عليه؟ لو شرب بعد الأذان أو مع الأذان الذي يؤذن على الفجر لم يصح صومه، لأنه يعني شرب بعد طلوع الفجر، شرب بعد طلوع الفجر متعمدا فلا ينعقد صومه، لا بد يمسك عن الشرب قبيل طلوع الفجر. فالمؤذن إذا كان يؤذن على طلوع الفجر ما يجوز لك تشرب، أما إذا كان يبكر بالأذان يؤذن أذان أول فلا بأس أن تشرب لأن الفجر لم يطلع بعد. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.